اسعد الجماهير الحقيقه طبعا. بالنجمه ال11 شفت المباراه ازاي؟ والله الناس حتى بتقول الاهلي كان مبالغ شويه في الفرحه. لا الفرحه كانت يعني الفوز ده الاهلي كان لازم يكسب المباراه دي، يعني كان لازم يكسب البطوله. طبعا مش عارف يقصد كان لازم يكسب البطوله ليه، لان انت ان خسرت، ان الاهلي كان خسر لا قدر الله، بتبقى ما حصلتش انت بتخسر بطولتين ورا بعض من نفس الفريق، مش حلوه، مش النادي الاهلي يعني. ايه وبعدين ايه كان هيبقى عقده ساعتها فعلا كانت هتبقى عقده ان انت تتغلب ثلاث مرات ثلاث نهائيات من فريق الوداد مع كامل احترامنا وتقديرنا ليه، فدي ما كانش ينفع. كمان انت بصراحه مسيره الفريق النادي الاهلي بصراحه بعيد عن دور المجموعات، دور المجموعات لا يعبر ابدا عن قوه الفرق في دور ابطال افريقيا بكل امانه. حتى تلاقي الوداد والاهلي الاثنين كانوا متعثرين، والاهلي كلنا عرفنا او كلنا شفنا ازاي تاهل بصعوبه في المباراه بتاع الهلال وضربه الجزاء بتاع طرطار والقصه اللي احنا عارفينها. لكن من بدايه من الادوار الاقصائيه ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، الست ماتشات دول الاهلي كسب فيهم اربع ماتشات وتعادل اثنين، في حين الوداد كسب كل اوائل المجموعات بالظبط. لكن هتلاقي الوداد بقى مثلا كسب ماتش واحد فقط لا غير من السته، مباراه سيمبا التنزاني في ربع النهائي وفاز عليه بضربات الترجيح، لكن اتعادل ذهابا وايابا مع صن داونز. هنقول مثلا تاهل، تاهلت، لكن انت على ارضك كنت متعادل 0-0 والصن داونز مطرود منه اثنين، واللي سافاش كان صن داونز هو اللي كان اخطر في النهائي، انت اتغلبت منه في القاهره وتعادلت هناك. فانت بلغه الكوره بكل امانه ما تستحقش، يعني الاهلي يستحق عنك. فكان الاهلي يمكن توتر في المباراه الاخيره ما قدمش العرض المنتظر منه، لكن في النهايه عمل الصح، عمل الصح ان هو حقق الفوز وبطوله بصراحه يستحقها تمام النادي الاهلي. كولر عامل فرقه بسم الله ما شاء الله. يكفي ان اقول لك مثلا المجازفه بتاعت مصطفى شوبير في مباراة الذهاب دي ما يعملهاش الا مدرب، بس كان متألق. انا فاهم، لكن انا بتكلم على المدرب، ما حدش يعمل القرار ده الا اذا كان مدرب واثق تماما وعارف هو بيعمل ايه. وبعدين ما جازفش محمد الشناوي اللي كان عقد من اصابه، خاف يخسره في المباراه الاهم اللي هي هتكون تحت ضغط جماهيري في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا، فخلى لعب مصطفى شوبير اللي هو هيلاقي دعم من جمهوره، هيلاقي فرقته اصلا بتهاجم والمنافس هيكون مش جاهز. كان واثق فيه، كان واثق، هو ادارها بشكل ذكي وربنا وفقه. فعشان وكمان طبعا مصطفى شوبير ربنا يعني وفقه بشكل كبير جدا وقدر يزود على المرمى في الفرص اللي جات له، وطبعا حتى الهدف ما يسالش عليه. فعشان كده الاهلي طول البطوله كان يستحق بكل امانه. حتى البطوله دي تلاقيها ملحميه، بطوله ملحميه بالنسبه للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، اللي هي الاحداث بتاعته الفريق خسر خمسه وبعدين على اخر لحظه كان هيبقى بره البطوله لو كان اطرطار سجل ضربه الجزاء، وبعدين بيرجع فبيكسب الهلال ثلاثه وبيكمل المسير. يعني منذ هزيمه الاهلي من صن داونز ما اتغلبش ويمكن ما دخلش مرمى ولا هدف الا هدفي النهائي قدام الوداد 2-1 في القاهره و1-1 في كازابلانكا، بس في النهايه حقق المراد وفاز. فكان البطوله بصراحه يعني ملحميه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ولها طعم خاص. يعني سمعنا انه الاداره قعدت مع كولر في المغرب للتجديد، هل ده حقيقي؟ ايوه طبعا، هو مش للتجديد، يعني رؤيه الموسم القادم منها الراحلون والجدد والقصه دي كلها، لان النادي الاهلي طبعا بيخلص بطوله بيخش في الثانيه. يعني هو بس ايه خدوا راحه فتره اللي هي اليومين اللي هو بتاع الفيفا دي، لان الاهلي هيلعب الاسبوع الجاي ان شاء الله في مؤجلاته في الدوري، هو بيقفل يعني بيقفل الملف الافريقي وهيخش في الملف المحلي بتاع الدوري. وعنده كاس مصر، فتعرف النادي الاهلي طبعا ما بيطولش قوي في الاحتفالات يعني، ف